بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان إنما كنتم، من انطلاقة موفقة في هذا الشوط الجميل وفي هذا التحدي المثير، انطلاقة خمس الأشواط للفئة الإبكار. هنا ينطلق مع المركز الأول أسير مباشرة مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط عرايف عمر بن سالم الوهيبي، من ينطلق مع عرايف مع المركز الأول. المركز الثاني الغدوم من أيضا جدارة سلطان بن سالم بن سلطان الوهيبي ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث الطاغية علي بن حمد الوهيبي، من ينطلق مع الطاغية على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل هناك فرح حمود بن الغفيج الوهيبي، من ينطلق في هذه اللحظات. أعود إلى صدارة الشوط إلى عرايف مع المركز الأول اللي انطلقت عرايف مع المركز الأول هناك مع الصدارة وبقيادة ومتابعة هناك والتقدم مع عمر بن سالم الوهيبي، لكن الأسماء المتدخلة مع فرحة حمود بن الغفيج الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول في هذه اللحظات، لكن القادم انطلق الشهنية ناصر بن عبد الله الوهيبي ينطلق مع المركز الثاني. هذا التحدي الجميل، ولكن القدوم من غزلان حمود بن الصغير الوهيبي. اعود الى المركز الاول، فرحه نحو المركز الاول اللي انطلقت نحو الصداره، لكن من غيرت صاحبه الشكل الجميل صاحبه الاداء الرائع والطيب هناك مع الشاهنيه ناصر بن عبد الله بن شامس الوهيبي، من ينطلق مع الصداره مع القياده في هذا الشوط. انطلق نحو الناموس نحو الانتصار في هذا الشوط. الله الله، سلام الزهرة سلام على هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني فرحة حمود بن الغفيج الوهيبي، المركز الثالث أيضا غزلان حمود بن الصغير الوهيبي. تهانينا والناموس لمالكي أيضا الشهنية ناصر بن عبد الله الوهيبي، تهانينا على هذا التألق. دقيقتين وثمان هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.